السلام عليكم خواتي خواتاتي، ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بون سونتي. الحياه هذه كل واحد منا يطمح للحصول على بيت، للحصول على سياره، للحصول على زوجه، للحصول على وظيفه، للحصول على زوج. يبقى طبيعه الحال المنزل هو الاساس، لانه في المنزل ننام، وفي المنزل نقوم بانشاء العائله، وفي المنزل عندنا كل الذكريات، وفي المنزل نفقدوا احباب، في المنزل نقوم بعيش يعني اجمل الذكريات اللي بقاو خالدين في ذكرياتنا. كل مره نفارق منزل من المنازل اللي نقوم بقضاء سنوات فيها يعني يكون الموقف يعني جد حرج وموقف جد حزين. بما اننا نتكلم عن المنازل، الاخ عبد الرحمن من مدينة طنجة أرسل لي فيديو فيه يعني واحدة من أفخر الفيلات في طنجة. يعني في سنة 2018 كانت مصدرة للبيع. بطبيعة الحال بما أنه زينو MHD يعني عاشق للأماكن الجميلة وعاشق خاصة للمنازل الجميلة، الحلم تاعي منذ كنت صغير يكون عندنا منزل كبير يعني إن شاء الله. لكن الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله ربي سبحانه يرزق أي مؤمن متشبث بأحلام. بدون يطال عليكم أكثر كلام، يلا نسافروا إلى طنجة من أجل رؤية هذه الفيلا. تنسوا الضغط على زر لايك واشتراك في القناة بطبيعة الحال. وبالمناسبة أنا قائم بمسابقة من أجل الفوز ب$100 للمتابعين والمشتركين. أي واحد عنده موهبة يدعي يدخل الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس، وإن شاء الله ستكون من حليفك الفوز إن شاء الله. بطبيعة الحال شاهد الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس إلى الأخير، وستعرف كيف تشارك في هذه المسابقة. أوكي، أول شيء، أول نقطة إيجابية. أوه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أول شيء، أول نقطة إيجابية هي المنظر، يعني الفيو. يعني لما تكون في منزل تفتح النافذة ولا تذهب إلى الشرفة، لابد على المنظر أنه يكون خيالي. هذا هو الشيء الأول الذي لابد عليه أننا نؤكد عليه. وفي هذا الحالة يعني هذا الفيلا المنظر الأول روعة. طاب 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 ما شاء الله، واو. ثاني شيء، الفيلا بطابقين كما تشاهدون، يعني طابق الأرضي ثم الطابق الأول والثاني، بالإضافة إلى السقف. واو ما شاء الله ما شاء الله. شيء ثالث الإيجابي أنها يعني ما كاش يعني ما إيش محاطة من كل الأطراف بالمنازل، لأنه هذه النقطة مهمة جدا، تسمح للشمس أنك تدخل، أنها تدخل لك للبيت تاعك. واو الساحة، يعني من منا لا يتمنى أن يكون عنده مسبح يطل على مثل هذا المنظر. يعني أنك تسبح وترى الناس تسبح في البحار، أنت تسبح في مسبحك الخاص وترى الناس تسبح في البحار. هذه طنجة يا سادتي الكرام. واو، فيلا مثل هذه في المغرب في بلد الكرامة وبلد الأصالة، يعني هي جنة على الأرض صراحة. شوف طريقة البناء تاعها، طريقة جميلة جدا. وشي اللي لاحظته يعني أنه المغرب لما يبنوا يعني عندهم بناؤون وعندهم ناس يعني مختصون في هذا الفينيسيون، يعني محترفون بشكل كبير. وأكبر دليل على ذلك أنه في الجزائر يعني لي ماسون والناس المختصين في الصباغة يعني يأتون من المغرب إلى الجزائر من أجل العمل ومن أجل إتقان العمل. يعني هناك العديد من المغاربة في الجزائر يعملون هذا العمل في الجزائر، يعني من المغرب يعملون في الجزائر لأنه يعني عندهم الحرفة هذه، وصراحة الحرفة رائعة جدا. شوف شوف، واو داخل الآن، داخل الشيء اللي لابد عليك أن تأكد عليه في أي منزل هي يعني المساحة. إذا كانت المساحة كبيرة يعني وفارغة ستكون نقطة سلبية، إذا كانت المساحة يعني على قدها ستكون الأفضل يعني. وهذا الفيلا على حسب ما أشاهد هي مساحة يعني لا بأس بها. كما تشاهدون هذا بيت، يعني هذا الغرفة، هذا الغرفة مغربية 100%، يعني ديكوريشن مغربية يعني 100% على حسب ما نرى. في نفس الوقت هي ليست بكبيرة جدا، وإنما كبيرة يعني كبيرة معتدلة ممتازة للعائلات، يعني لأجل استقبال، لأجل حفلات، من أجل يعني سهرات رمضانية، من أجل يعني الحمام أيضا عنده دور كبير جدا في الفيلات. أوكي ندخل الآن على بركة الله، بسم الله ما شاء الله. الأدراج هنا، هذا الإنارة، إنارة يعني بإمكانك أنك تغيرها وبإمكانك أنك تستغنى عليها. هذه الإنارة مستعملة بشكل كبير في المساجد، يعني كبيرة جدا، ولكن يعني بيت كبير محتاج إنارة كبيرة بطبيعة الحال. وهذا المكان يعني مكان التجمع هذا أمام تلك النافذة الكبيرة يعني عنده نقاط كبيرة جدا ومهمة جدا، لأنه يعني ديكوريشن كما تشاهدون سيمبل، يعني شيء بسيط ولكن جميل جدا، سي ليليغونس. الأناقة، واو يعني خلاص راح اسكت وشاهد، راح اسكت واستمتع بهذه المناظر. المطبخ هنا، يعني المطبخ راح نشوفوه، المطبخ لابد عليه يكون حجمه كبير نوعا ما، وكما تشاهدون يعني لا بأس به، لأنه المرأة يعني تحب المطبخ المريح. لما تكون المرأة في المطبخ المريح يعني تقوم بالإبداع وتقوم بتعلم الطبخات، تقوم بتعلم الوصفات، تقوم بالإبداع يعني 100%. خذها من عندي رسمية، أو يعني مكان الجلوس هذا، هذا نوعا ما مساحة كبيرة من الأكل. أوه لا 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 لا،
لما تشوف المساحة هكا وتشوف الفيو يعني تنسى المساحة الكبيرة، لأنه الفيو يخلي هذه المساحة نوعا ما كافية ومريحة. يمكنك يعني أنك تكون هنا وتشاهد يعني ممكن أصدقائك ولا ممكن العائلة تاعك لما تكون يعني مجتمعة، تكون هنا وتتكلموا يعني بمسافة قريبة وليس مسافة بعيدة بزاف. وهذا الشيء يعني نقطة إيجابية، لأنه راك تشوف الدار مشروحة لو كان فيها العديد من الجدران. يعني علاش أنا نتكلم بهذه الطريقة؟ لأنه عندي مخطط تعبيت في راسي، يعني عندي مخطط تعبيت في راسي، لذلك يعني أقوم بتعليق على هذا المخطط لأنه عجبني بشكل كبير. شوف 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 المسبح، شوف واو. يعني قلت لك معظم البيوت الكبيرة يكون فيها الجدران بشكل كبير بطريقة غير مفصلة. شوف يعني واو الحمامات، هذه غرفة النوم، غرفة النوم هذه بطبيعة الحال يعني كبيرة، وهذه ممكن تكون ماستر بادروم يعني خاصة برب الأسرة. بطبيعة الحال هذا الطابق السفلي رائع، الطابق الأول هذا على حسب الغديس. سيذهبون الآن إلى الطابق الثاني، دعونا نرى ما في الطابق الثاني. بطبيعة الحال مكان آخر للجلوس، حمام، يعني كل شيء نقي، كل شيء نظيف كما تشاهدون. هاي بغرفة نوم أخرى وفيها بالكوني، فيها رؤية رائعة. واو إنارة ولا أروع. يعني لابد عليك أنك لما تسكن في هذا البيت لابد عليك أنك يعني خاصة تقوم بتغطية النوافذ، لأنه أشعة الشمس تدخل من كل مكان، ولكن هذا أمر إيجابي لأنه لما تكون البيت فيه أشعة الشمس أحسن من البيت اللي ما يكونش فيه أشعة الشمس. بالإضافة إلى هذا الخزانات يعني مصنوعة بالألواح، هذه من أجمل ما يمكن أن يكون في البيت من أجل يعني وضع كل شيء تريد إخفاؤه عن النظر، يعني فراش أو لباس أو أي شيء. يمكنك أنك تخفي كل شيء داخل هذه الخزانات. واو هاي الخزانة، لما نتكلم عن الخزانة، خزانة يعني ولا أروع يا حبيبي ولا أروع. شوف مكان الجلوس هذا، حمامات أخرى، الجاكوزي يا حبيبي يا سادتي الكرام، اسمها طنجة. والفيلا هذه لا أدري بما أي ثمن تقدر، ولكن يعني مهما كان ثمنها فهي تستهله، لأنه مكانها رائع وشكلها جميل جدا، وحتى يعني واو تصميمها ولا أروع. شوف الإنارة، يعني هذا حمام، يعني حمام، هذا تدخل الحمام في بيتك. واو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شوف الحمام يعني شيء رائع صراحة، شيء رائع. يعني تخيل معي يكون عندك وظيفة، حتى وإن كانت وظيفة شاقة، يعني وتكون عندك بيت مثل هذا، يعني تنسى شقاء العمل، تنسى شقاء والتعب، يعني تنسى كل شيء. لما تدخل إلى هذا البيت تدخل إلى الحمام، يعني تستحم، تروح يعني تأكل أي شيء، تكون مرتاح لأنك استحميت في مكان واسع، وستنام في مكان واسع، وستنام يعني مقابل أشعة الشمس، يعني والفضل من عند الله عز وجل. واو شوف لابيسين يا حبيبي، المسبح الرائع ما شاء الله. فيلا هذه صراحة فيلا للأحلام، نتمنى إن شاء الله عز وجل يرزقنا مثل هذا الجمال، يعني إن شاء الله لما لا، لأنه مهما كان الرزق ينفع، ونقول إن شاء الله والحمد لله على كل حال. كانت هذه الفيلا في طنجة، يعني رابط الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس لمزيد من المعلومات. إن لم تكن قد بيعت هذه الفيلا فهي للبيع، وإن كانت قد بيعت فالله أعلم، ولكن يعني الناس اللي ساكنين في طنجة ممكن يعرفوا هذا المكان أحسن وأفضل مني، لذلك رابط الفيديو الأصلي موجود في الديسكريبشن بوكس. في الأخير أخوكم، اللهم ارزقني كل من قال آمين يعني بيت مثل هذا، يعني علقوا في الأسفل وقولوا آمين اللهم آمين، ودعوا لي بالخير دعوات بالخير مثل ما أنا أدعي لكم بالخير. وأشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الضغط على زر اللايك، اشتركوا في القناة. رمضان مبارك كريم وعواشر مباركة، إذا شاهدتم هذا الفيديو في العيد فعيدكم مبارك، وإذا شاهدتم هذا الفيديو في رمضان فاللهم تقبل من الصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بيس. علي راضي وهو ماشي عجبك حالي، افعالي اللي درتهم في النار ولو في الليل ديك اسمار، ضمير مجروح والوعي واللي صبح في الدار. ماما قامك ومنال في عيني مهومة، شايفيني ظلمة حرام تحد المذنوب بقوى، وكلمة مورا كلمة باغي نموت قدامك يما، ادعيلي بالرحمة. درت الشر في روحي ودرت الخير في الناس، زادوا غمق وجروحي وزادوا غمت الراس، ابغي
بغيت نعيش ونكسب لقيت روحي في الفلاس راس مالي ستيلو ويترجم بالإحساس ماما أنا كريمينال